سارة الشروقي سيدة الأعمال وخبيرة الاتصال المؤسسي والتسويق العالمي، حاصلة على بكالوريوس في الإعلام تخصص الإخراج من كلية التقنيات العليا في الإمارات العربية المتحدة. ورغبة منها في تبسيط فكرة الاتصال بين الآخر والآخر، اختارت العمل المؤسسي وما يقدمه من فرص للتجربة واكتساب المهارات. امتدت خبرتها لما يزيد على 23 عاماً في قطاعي الاتصال والتسويق، تبوأت خلالها مهام ومناصب عالية في شركات عالمية من مثل مبادلة واتصالات، مستفيدة من الخبرات والمهارات العملية التي ميزت مسيرتها. انصرفت السيدة سارة الشروقي إلى إدارة شركاتها التي بدأت بتأسيسها في عام 2017، والمتخصصة في الفنون الإبداعية وإدارة الاتصال والإعلام والتصميم الداخلي والتجارة الإلكترونية. تم اختيار سارة الشروقي من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات ضمن أكثر من 51 سيدة إماراتية مؤثرة. تخصص السيدة الشروقي جزءاً من وقتها لتقديم الاستشارات المهنية وتدريب عدد من المدراء التنفيذيين وتقديم النصح والإرشاد في مجالات القيادة وريادة الأعمال الناشئة، وكذلك إيصال رسائل اجتماعية وإنسانية لأكبر عدد ممكن من الجمهور. تقول السيدة سارة الشروقي: أحاول أن أكون في طرحي خارجة عن النمط، ولا أفضل إثارة الجدل، لكن الجدل يفرض نفسه أحياناً على الموضوع ويديره عمداً، ولكني دائماً أعود إلى قاعدة لا أكسرها: أبتعد عن النقاش الذي يصغر من قيمة الناس بكافة أشكاله.